And for
مزمارك إن جفس يخلف رمش سيكم كيريا فلوكسو توكاتا يؤنن أجيو إفانجيليو توانا نسمع بخوف الله لنسمع الإنجيل المقدس من فم أبينا المكرم البار المثلث الطوبى أبينا أبي الآباء راعي الرعاة رئيس رؤساء كانتنا خليفة القديس مرقس الإنجيلي العظيم في البطاركة حبيب المسيح أبينا الطاهر الأنباء تواضرس الساء أني باب المدينة العظمى الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل بلاد مصر ومدينة إلهنا أورشليم والنوبة والسودان وليبيا وخمس المدن الغربية وكل أفريقيا وبلاد الشرق والمهجر إلى السماء يثبته على كرسيه سنين عدة وأزمنة سلمية مديدة ويعطي زمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلباتي الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا مين هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به يا رب تخلصنا يا رب تسهل طريقنا الله الرب أضاء علينا كنيسة شعبي
وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد، على طقس ملك صداق الليلويا. الرب عن يمينك يا بان الطائر، الباب البطريرك الأنباط ودرس الثاني، وشركائك في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا. الرب يحفظ حياتكم. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية سحرا إلى القبر، وكان الغلس والغلس باقيا بعده، فرأت الحجر مدحرجا عن باب القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: قد حملوا الرب من القبر ولا أعلم أين تركوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأقبل إلى القبر، وكان الاثنان مسرعين معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر، فتطلع إلى داخل ونظر الثياب موضوعة لكنه لم يدخل، فجاء سمعان بطرس يتبعه ودخل إلى القبر ورأى اللفائف موضوعتان، والمنديل الذي كان على رأسه ليس مع الثياب موضوعاً بل منفوفاً منفرداً في ناحية. فحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر الذي جاء أولاً إلى القبر فرأى وآمنا، لأنهما لم يكون عارف الكتاب أنه ينبغي له أن يقوم من الأموات. فذهب أيضا التلميذان إلى موضعهما، ومريم واقفة عند القبر باكية خارجا فيه، فبينما هي باكية نظرت داخل القبر فأبصرت ملاكين بلباس أبيض جالسين، واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لما تبكين؟ فقالت لهما: أنهما أخذوا سيدي من القبر ولا أعلم أين تركوه. فلما قالت هذا والتفتت إلى ورائها فرأت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع، قال لها يسوع: يا امرأة لما تبكين؟ ومن تطلبين؟ فظنت أنه البستاني، فقالت له: يا سيدي إن كنت أنت حملته فقل لي أين تركته وأنا أخذه. فقال لها يسوع: يا مريم،
فالتفتت هي وقالت بالعبرانية: رابوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، فامضي إلى إخوتي وقولي لهم أني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأعلمت التلاميذ أنها قد رأت الرب وأنه قال لها هذا.